يشوفوها في الجهتين بس خلاص يا عم كذا تم طويلة ما شاء الله. يلا خلاص السلام عليكم. الآن بدأت الرياض الخضراء في داخل الأحياء الشغل. شوفوهم الحين يشتغلون ما فيهم مرحميني. الله أكبر. بعض العرب لا قال قولون يتمه ما شاء الله هم يتمون عملهم. الآن هذا الحي سوف يصبح هذا أول بداية بحي العزية انطلاقة للرياض الخضراء في غرس الأحياء. ما شاء الله ما شاء الله شوف ما فيه مرحميني شغل. الله يقويهم والله العظيم يسعد الواحد ينبسط. شوف الآن هذه البنية التحتية قاعدين يشتغلون شغل سريع ما فيه. هذا المشروع اللي تشوفونه راح يصير حديقة ضخمة يعني من الأشجار المناسبة. هذا الشجر القديم الكونكاربس برسوبس مسكيت أشجار اللي دمرت وسببت حساسية وسببت مشاكل ولا فيها أول إلا نوعين الآن منوع. والآن حتى يبحثون يقولون راح نبحث أيضا عن أشجار مناسبة أكثر. فبارك الله في جهودهم يعني شيء للأمانة والله ما أبالغ ولا أني بستفيد أي شيء ولكن كلمة حق. بداية موفقة نسأل الله أنها توفق أكثر وأكثر يا رب. دعواتكم تعاونكم أيضا. هذه كلها حديقة راح تصير بس أوريكم شوف مساحة ضخمة لأهل الحي لأهل الحي. الرياض الخضراء وش نطاق البرنامج ومكوناته وبعض أرقامه. بعدها ننتقل إلى القسم الثاني من المعرض وهو مخصص لحي العزيزية. نستعرض فيه كل المناطق اللي داخل الحي اللي راح يتم تطويرها من حدائق من شوارع ومزارس ومساجد ونستعرض بعض مناظير الحي قبل وبعد إن شاء الله مشروع التنفيذ. وننتهي بالقسم الأخير من المعرض نستعرض بعض مشاريع الرياض الخضراء المنجزة اليوم في مدينة الرياض واللي يمكن لاحظناها جميعا في بعض الطرق والميادين الرئيسية. ونسعد نسمع منكم آراءكم ومقترحاتكم والتواصل بإذن الله. وطبعا اليوم هذا المعرض سيستمر إن شاء الله مدة 10 أيام. الهدف من تعريف سكان الحي بأعمال التشجير اللي سيتم إن شاء الله في الحي لديهم. وسننتقل إن شاء الله إلى الأحياء الأخرى اللي تم توقيع عقود تنفيذها خلال الأيام القادمة أو خلال الأشهر القادمة. أبو عبد الله هذه الانطلاقة ها أول حي. حياكم الله. استعرض بعض أرقام الرياضة الخضراء. مشروع الرياض الخضراء أو برنامج الرياض الخضراء يعتبر أحد المشاريع التشجير الحضري الضخمة على مستوى العالم. المشروع يغطي كامل مدينة الرياض، يغطي جميع أحياء مدينة الرياض التي يبلغ عددها ما يزيد عن 120 حي، الطرق العامة وما يزيد عن 25 حديقة كبرى في مدينة الرياض، بالإضافة إلى المساجد والمدارس وما يزيد عن 3000 حديقة موزعة على 120 حي في المدينة.
الرياضة الخضراء لها عدد لو تاخذون بس توسعون الدائرة بس عشان نشوف ال هذا موقع حي العزيزية اللي سيتم العمل على تشجيره من أكبر أحياء مدينة الرياض. لدينا عدد من المدارس والمساجد 121 مسجد من المدينة المنتجة بالمدينة. هذه إن شاء الله سيتم ري مدينة الرياض لري الأشجار في مدينة الرياض من خلالها. طبعا شبكة جديدة سيتم إنشاء على مستوى المدينة، شبكة كبيرة وخزانات رئيسية بأطوال تتجاوز 533 كيلومتر. هذا فيما يتعلق ببعض أرقام البرنامج. بننتقل للقسم الثاني من المعرض وهو مخصص لحي العزيزية، نستعرض فيه تفاصيل الحي ومكوناته وصور للحي قبل وبعد. تفضل. لحدائق حي العزيزية فقط، فما هي بصور عشوائية أو مختارة من مواقع عامة، فكل موقع أو كل صورة لحي العزيزية. جامع النور، وفيه جامع او مسلى العيد كلها مغطاه. هذه الشوارع قبل التشجير ان شاء الله بيعكس، بنشوف انه بيصير في ممرات مشاة. نعم، قال على ارض الشارع صار في ممرات مشاة، كذلك بعض الاشجار الكبيره الموجوده حاليا بنحافظ عليها. هذه احدى الشوارع الداخليه بنكون فيها الارصفه ومواكب السيارات ان شاء الله. الآن المقاول في الموقع بدأ انطلق قبل فترة، والآن كلها في مواقع العمل إن شاء الله شغالة. أتمنى من الأشجار هذه عند المدارس كلها سيتم تطويرها وتشييرها. في أشجار تكون كبيرة في الشوارع الرئيسية تغطي على هذه بنحافظ عليها الإنارة ويتم تقليمها وتشكيلها بشكل جيد. عينات خارجية هذه أنواع الأشجار، هذه إن شاء الله من الأشجار اللي المختارة ذي. نعم، المختارة بالأحياء. حطوا عندنا برتقال. نعم، سويتوا من الأشجار. ينقطع بسرعة. الله يمتعكم بالعافية. جميل. ما شاء الله. أوه كردية. نعم، مهندس حسين الزاني عندنا متخصص مهندس زراعي وعنده خلفية كثير على موضوع الأشجار. خبويز الساحل. فيه شجرة قاومة التصحر وقلة الماء اللي هي السدر. السدر أساسي عندنا. السدر والقرف. عندك السدر والقرف. أشجار الطلح. وغاطل. وعندك حتى ممكن شجرة السدر هذه تستخدم مستقبلا تجاريا. صحيح. تطلع منها أوراق، تطلع منها ثمار، تطلع منها طعم. نعم صحيح. نعم. تم الأرقام موجودة. الآن السدر والخليل والقرط والقرط موجود عينات منها الظهر. والمورينجا لا تنسى. والمورينجا. أنا ترى محدد ما سيتم إن شاء الله تطويره. المقاول خلفنا هنا في الموقع بدأ العمل في أعمال بناء أو تطوير هذه الحديقة. هذه الحدائق إن شاء الله ستكون متاحة للمجتمع زي ما احنا شايفين في الخريطة، وبنشوفكم بنوريكم إن شاء الله بالتفصيل معاكم في الخريطة التفاعلية لكل موقع. من المهم أيضا وهذا عنصر رئيسي في خلينا نقول تطوير الحي، الربط ما بين عناصر الحي ما بين المدارس والمساجد. عندنا اليوم حديقة وجنبنا مسجد، سيتم إنشاء ممرات مشاة مشجرة وربطها بالمساجد بالمدارس، سنمكن إن شاء الله الناس من الوصول إلى المرافق الحي بشكل كامل وآمن أيضا، ومرافق المترو اللي نشوفها الآن على الطريق المقابل. هذه معلومات تفصيلية لحي العزيزية بلغة الأرقام ومواقعها، وفي صور. هذا الآن هو. طيب هذا الخريطة راح تكون لمدينة الرياض، طبعا راح يكون فيها اللي هو
الفوكس او التركيز على حي العزيزيه وراح يكون بشكل اكبر وبشكل ادق. طبعا راح نستعرض الان اللي هي الشوارع الرئيسيه اللي راح تكون مغطاه بالاشجار والمسطحات الخضراء باذن الله. ايضا راح يكون عندنا مواقع مواقف السيارات، هذه راح تكون شامله ل 78 موقع موقف للسيارات، راح يكون فيها المسطحات الخضراء والاشجار باذن الله. ايضا المدارس، المشروع راح يغطي المدارس باذن الله، راح يكون في 61 مدرسه في حي العزيزيه راح تكون مشجره ومغطيه بمسطحات الخضراء. ايضا المساجد، المساجد راح يكون لدينا باذن الله 121 مسجد راح يتم تشجيع. ابو عبد الله تعال للذكرى، انا امس قال ما عندنا طلع من الدنيا شويك لكويك، ما عندنا لا بريك لا والله بقلبي ما شاء الله والله والله يا سعد، هذا سعد العجمي ما شاء الله. ابو عبد الله شفت الجمعه الحلوه، شوفوا يا جماعه حاطين قسم للصغار ينبسطون فيه، وهذه ها شوف ما شاء الله يلونون ومكتوب على شجره، وش هي شايفينها كاسيا جلوكا وفيها الغافه الرمادي، هذا اللي حنا نبيه، هذا خلاص تصير تستقر في ذهن الطفل. بس لا تجيب الاطفال معك، ايه والله ما دريت انا، لو اني داري والله لاجيب، ما يحتاج بالعكس، شكلي انا برسم بدال ما شاء الله. الأطفال هذول أهل الحي جايين، يعني مخلينهم يشاركون يشوفون المعرض هذا وحيهم. شوف هنا ها، شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة، شوف ما شاء الله، الله هالبستان الروضة، شيء حلو، شيء الحقيقة أذكرنا أنا. مساك الله بالخير يا عبيد، ها شفتي والله شفت هذه حقة الأطفال، يجون هنا يستنسون ينبسطون يرسمون الحين، ما شاء الله ما شاء الله. هذا أحد ما شاء الله المنظمين، بيض الله وجهه، قاعد يخدم الناس يعلم الناس، الله يكتب اجره يا رب العالمين. هذا هم الرياض الخضراء، ما ننافس يا جماعه والله العظيم، قول وفعل، الله يجزاك شكرا لكم. الحين نبي نشوف، يلا بسم الله، هذه ان شاء الله عشان هذه بتبدا بحي العزيزيه ان شاء الله، الحدائق كلها بتبدأ اللي بتكون حدائق ان شاء الله، الحدائق القديمه تبي تزين ويبي يضاف لها حدائق. اي نعم، هذا بالنسبه للحدائق حلو، وهذه ان شاء الله بالنسبه للمساجد، وهذه كل المساجد الزرق، اي كل المساجد كلها راح تزرع كلها باذن الله، وهذه بعد ان شاء الله المدارس، وهذه بالنسبه لمواقف السيارات باذن الله، حتى المواقف، حتى مواقف السيارات يا هنا. ولد يا سلام، الشوارع الرئيسية بإذن الله هذه كلها بتصير خضرة بإذن الله، ما شاء الله حتى الشوارع الرئيسية، نعم، فإذا تمت كلها بتشوف العزية خضرة بإذن الله، قلوبنا خضرة بإذن الله، عاد نبلش إن شاء الله. والله بارك الله فيك، ما شاء الله، هذه خارطة، هذا العزية أول حي يغرس، أي أول حي تدني فيه، ممتاز ان شاء الله نشاهد اخر حي باذن الله، بعون الله، وانتم يا ناس تعاونوا، ضبطوا الشجر زينوها، اذا شفتوها مايل علموا، كيف يا جماعه يعلموا حتى الصغار. هذه كمان الرياض، هذه الخريطه كل الرياض ان شاء الله زين، وهذا خريطه العزيزيه، يعطيك العافيه، الله يعافيك، بارك الله فيك، هذاهم جالسين لخدمه الناس، هذول اهل الحي والناس جايه تشاهد. كم مدته هذا يبي يجلس المعرض؟ هذا المعرض ان شاء الله الى يوم 7 جانب يناير، يعني كم بقاله تقريبا؟ لسه احنا اول يوم ان شاء الله، نقول 10 ايام بقالة. 10 ايام ويجون الناس ويشوفون ويطلعون، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. خلونا نزرع في ساتين هذه الاخوات ما شاء الله والاخوان، اويلي والله تحقق الحلم يا عبيد اللي كنت تنادي، والان هذا اللي صار. نتوقع انخفاض درجه الحراره من درجه ونص لدرجتين كربون، ايضا الوحج اللي جاي على سطح الارض ويمتصها، فبيكون
سطح الارض بارد، وبالتالي الناس تستطيع تمشي ان شاء الله في الممرات والمشاة. موضوع الترابط الاجتماعي، موضوع مرابط الترفيه للاطفال وللكبار، بيكون هناك مناطق رياضيه، ملاعب للاطفال، ملاعب للكبار، وايضا اتوقع بيزيد عدد الخطوات المشي 6000 خطوه. اليوم الجوالات الذكيه متاح فيها تسجيل عدد الخطوات، كمان تجاوز 3000 خطوه في اليوم، اتوقع بيزيد 6000 خطوه. ايضا قيمه المكان بيتحسن، ورغبه الناس في السكن في الموقع بيزيد. ايضا اليوم الحي محاط بمجموعه من المصانع، هذه كلها من الاشياء اللي بغيت اتطرق للسؤال هذا عن المصانع. اذا مصنع الجبس، مصانع احجار، الاسمنت، الحمد لله زارت المصانع المخالفه ما بين التحسين والتشجير. احنا اليوم دخلنا في داخل الحي وبدينا يعني نطور ونرفع من مستواه المعيشي. الله يحييك. على موضوع الاثار الصحيه واللي ذكرها من سفلة زارت المصانع والتلوث بالهواء اللي بيخف نسبه بعد التشجير. الحي العزيزية كمان في سلع كبيرة، طريق الدائري الجنوبي هذا بإذن الله بيبدأ رياض الخضراء أعمال تنفيذة قريبة بإذن الله على غرار وعمل طرق الحديقة المدينة، يصير فيه تشجير للطريق الدائري والكافة والجزء الجانبية، هذا كله إن شاء الله بيترابط مع المشروع. يعني أحد الميادين لو نشوفه بالصورة كان ودي تهتمون في ميدان صنعاء. ميدان صنعاء إن شاء الله بيجيها أيضا أعمال تطوير جيدة. لأن الصراحة فيه كلها براميل مناظر كلها تتغير ان شاء الله الى اشجار براميل. هنا سلمكم الله، نشوف بعض الصور قبل وبعد. الميدان المستمر ان شاء الله مع المطاول في اعمال الترفيه. مهندس عبد العزيز، الاشجار اللي اختيرت ليست مثل الأشجار السابقة اللي دمرت البنية التحتية، الكونا كاربس، برسوفس مسكيت وغيرها. صحيح. أنا شفت القائمة عندكم قائمة منوعة، وهذا ينفع التنوع البيولوجي وأيضا يسر الناظرين إن شاء الله. فبارك الله فيكم. الله يحييكم، هذا جهد الجميع، وهذا يعني الحمد لله من المبادرات اللي أطلقها خادم الحرمين الشريفين ومبادرة سمو ولي العهد، مهتم جدا برفع جودة الحياة له. والحمد لله كلنا بفضل الله نستمتع بهال مبادرة طيبة. شكرا. موضوع ما تطرقوا له الزملاء بالبرنامج، احنا دائما نتناقش الشقق السكنية اللي مثلا على الخط الدائري ينزعجون من اصوات السيارات. احد مزايا تشجير الخطوط الدائرية خصوصا على الجوانب هو تخفيف الضوضاء عن الساكنين. صحيح. هذا واحدة من الجوانب اللي ما طبعا ذكرت. وطبعا لو الطريق نفسه والجزر الجانبية وفي الميدان مثل ميدان الجزائر من أبدع الميادين. ميدان الجزائر. نعم. صحيح. نعم. من أبدع الميادين. نعم. اليوم أيضا يعني ختام لها الجولة إن شاء الله بنصطحبكم إن شاء الله بزرع إحدى الأشجار اللي في الموقع الفعلي في تصميم الحديقة، وزرعنا عدد من الأشجار في بداية العمل، وإن شاء الله مع سكان الحي أتوقع أنهم بيشاركون معنا في زراعة الأشجار سواء في الحدائق، المساجد، المدارس. هناك برنامج مدرسي ثقافي لزراعة الأشجار في مواقعهم، أيضا في المدارس وفي المساجد أيضا إن شاء الله بعد كل صلاة في عدد من المساجد سيتم زراعة عدد من الأشجار مع سكان هذه الحي. طيب إذا ما في أماكن مهيئة عند المساجد لكن في كلها أراضي كبيرة كلها ستهيئ إن شاء الله. تهيئ. والله عاد أتمنى مشكلة يكروت أمامي. نقاش المهندس عبد العزيز مع الناس يعني ياخذ الاراء حقتهم، ها وش تبون الى اخره. فبارك الله فيه، يعني من الناس الشغوفين ومع الطاقم من الناس اللي انا اعرفهم ما شاء الله مهتمين بالتشجير، يقولون علمونا بس وش تبون نسوي. حي الجزيره يلي حي قرطبه كلها مواقع الان المقاول بدا يعمل تجهيزات للتراخيص والرخص مصممه بالكامل. العمل اللي بيتم بيصير عمل مكتمل مهتم بالبيئة.
local school, but there are international school as well. And the trees need 7.5 million. So, do you say for fruits or only shadow? Give shade, give nice shade, give shadow for people. They can walk without they any... They can produce fruits? Fruits, no. Not that this is our main thing, but there are some of the trees very good. We can get some fruit from it. الآن البنية الزرعون هذه البداية. أخذ يعطيك العافية. ما يحتاج. هنا ولا؟ شكرا شكرا. يعطيك العافية. هذولا عطونا شجرة يقولون يلا اغرسوا. إن شاء الله على الضيافة. الآن هذه البداية زراعة الأشجار، إن شاء الله أشجار مباركة تباركت اليوم في هذا الغرس الرائع في الحي. ما شاء الله ما شاء الله، هذه شجرة نيم، الأشجار الجميلة الممتازة العالمية. حسين ودك تعطيه بريف للشجرة؟ مهندس حسين تفضل. هذه شجرة النيم. صوتك بس مهندس حسين. هذه شجرة النيم اسمها زدرة وهي من الأشجار المتحملة المدخلة متحملة لمدينة الرياض وتعطي ظلال كبير كنبي كبير جدا والأشجار يعني اللي ما شاء الله معروفة تسمى الصيدلية بالهند مقدرة نعم. وهذا الموقع اللي بنزرعه ترى هذا يعني موقع رئيسي وثابت حسب التصميم فإذا اكتمل إن شاء الله أعمال التنفيذ الحديقة الشجرة تبقى مكانها كواكم الله يلا على بركة الله بسم الله بسم الله هذه الرياض الخضراء وهذه أول شجرة تغرس في حي العزية هذه الشجرة الأولى مشاركة هؤلاء الرجال حتى من لم يشارك شارك في حضوره اللهم قال شجرة مباركة آمين 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 في واحد زرع شجرة بنجة أيوه. باكستاني أيوه. وراح لهم باكستان وموجودة إلى اليوم ما شاء الله ما شاء الله لها 40 سنة فهذه الله. أجر من الأوقاف اللي وإذا انتجت بذور أيضا بذورها تزداد ويلا الأجر إذا قالت يوم كان مفيدة غرسة فرغرسها بالأرض نعم نعم وصانا رسولنا الكريم على بركة الله الله يبارك يا رب آمين مشاركة مجتمعية من أهم الركائز وأهل الحي أيضا والمسؤولين جزاهم الله خير بعدها ندك هذه الطريقة عشان تثبت طبعا لازم بسم الله شاركوا يا جماعة اللي بيشارك هذا ترى هجر هذه طريقة الستاند حق الرياض الخضراء طبعا طريقة عالمية مشهورة مو بستاند واحد يقولها كذا ستاند على أساس تمسك لها طريقة معينة أساس تثبت أن العواصف حتى تشتد وتقوى فتكون جذورها هي الثابت لها ولكن بالبداية تكون ضعيفة الجذور لابد لها ستاندات شوف هنا ستاند واحد يمين واحد يسار يا سلام شو الآن يغرسونه بهذه الطريقة وهذا الليف على أساس ما يعورها لكن مهما كان بسم الله الله يا حمزة فاحنا نستفيد منها الله يا حمزة عندنا فاحنا الآن بعد ما ثبتوهن مشاريع جديدة الآن يرقون فوق ومحهم الخيط هذا من الليف بس ترى تحمل طبعا عليهم بس خلاص يا حمزة صوروا بس صوروا بس لا اللي فوق اضربها 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 اللي فوق اطلع فوق يا حمزة حمزة فوق انت ها بشوف هذه خف تطيح علي وقت الدداك اتوب عن الاشجار تكون عشان تثبت من فوق
شوف هو أهم شيء، شوفوا ما شاء الله الصغار هذول جيل المستقبل قاعدين يأخذون الأشجار، شوف ابتسامة وبلا معطينهم رسمات أيضا يرسمونها. يعطيكم العافية. خلنا نحطهن نشوف ما شاء الله. هذا سعد يعلمهم ما شاء الله العجمي مع هالوجيه الطيبة. هذولا من أهل الحي جايبين لوز هندي. لوز هندي تأكل لوز يا موز بإذن الله. ولا أقول لك غمازة بعد يا سلام. ما شاء الله يعطيك العافية يا سعد. إيش التشجيع؟ شجعني يا شيخ أنا. بيض راجل. أنت تشجعني. بيض راجل. يا هلا. حتى من حبه يوجه ولها أخضر. إيه ما أدري شلون. ولا وذوبه أزرق. موية. نعم نعم. صعب والله. أقول أروح وطي يا شيخ. خوفا مع الرياض الخضراء. إيه خلاص إحنا جاهزين. نظر من 2005. لا وهذا السحاب الغتر هالبيضة السحاب. من 2005 ورجعنا يغرس. ها؟ 2005. لا أنا ما عرفت من 2005 هو. لا منذ مبطي الآن انطلاقه أول غرس حي في الرياض الخضراء. شوفها الآن ما شاء الله أساس التدشين. شوف شغل ما فيه وبعدين أشجار مناسبة. بشوفه هذا نيم وحطين لك أيضا عليها الاسم. شغل مرتب انبسطوا يا الأحياء. جاكم العز ما شاء الله. هذه بنات من الجالية باكستان انديا اوه راجستان انديا راجستان بومبي جود. ما شاء الله ما شاء الله. انا موظف حق رياض الخضراء. ما شاء الله بالعكس احسن شيء ما شاء الله. وانت غرست هنا بدور طيبه. نعم انديا ما شاء الله. هذه من الهند ما شاء الله. بنات قاعده تشاركن ما شاء الله. شكرا شكرا شكرا. الهندية بتشارك. نعم نعم نعم. هذا شيء. والجالية الفلبينية اعتمدت ما شاء الله كلها على اساس نترك اثر حتى اذا راحوا هناك. نعم نعم. على فكرة ترى انا حتى هناك ببريطانيا زرعت اشجار ثابت ما يحتاج. ايش اسم؟ What is your name? ماريا. ما شاء الله. زبيريا ما شاء الله. كبسه ولا يا جماعه هذه بعض انواع الاشجار القرض كاسيا جلوكا. شوفوا هنا حتى كاتبين لك يعني اسمها شجره كاسيا جلوكا. شوفوا كيف شغل ما في. طيب هذه وشو؟ طلح النيلي اللي هو القرض ممتازة سريعة تنمو. شوفوا مسكتة. هذا ترى التعريف بالأشجار. يا سلام ما شاء الله أكبر. هذه راح تغرس بعون الله. أشجار مناسبة خلاص. أشجار الشينة ما عاد نبيها. ولا ونبي نطمع بعد يدورون بعد أشجار أحسن وأفضل أساس التنوع. شوف الآن الناس مجتمعة أهل الحي جايين ما شاء الله ما شاء الله. طبعا معنا الاخوان الغالين في هذا العرس البيئي للامانه. فايش اقتراحاتكم وشفتوا اليوم في اول حي يغرس بالرياض الخضراء؟ الحقيقه اولا نحمد الله الذي بنعمه تتم الصالحات. هذا شيء جميل ان تزرع الاشجار ويستفاد منها ويستفاد من الاراضي الفاضيه للحدائق. والحدائق هي جزء أساسي للمجتمع. وإسلامنا يحثنا على غرس الأشجار وعلى تفضل. حقيقة الشكر لله سبحانه وتعالى أول ثم لولاة أمرنا جزاهم الله خيرا وعلى رأسهم ملكنا المفدى الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان كذلك. وإنها لفخر حقيقة لنا في العزيزية أنها أول حي في الرياض يقام به تشجيره من ضمن التجربة التي تتضمن 7 أحياء حقيقة. وفرحتي حقيقة لا أبالغ لو قلت أنها تعادل فرحة الجميع. وما من شك بأن هذه الخضرة وهذه البقعة الخضراء ما هو أثرها البيئي والاجتماعي
وتنقية الهواء وصراحة الصدر والألفة الاجتماعية وكل ما يتعلق بذلك. وديننا ولله الحمد كما قال أخوي أبو فهد يحثنا على كل ما فيه صالح الأمة، كل ما فيه صالح الأمة سواء من حقيقة أملنا بأن تكمل الفرحة إن شاء الله في بقية، حقيقة أملنا إن شاء الله أن تكمل الفرحة أيضا في بقية التجربة، وليس فقط على الأحياء أو عفوا لتشجير 7 الأحياء هذه فقط، بل إن شاء الله إلى 120 حي المتوقعة بإذن الله، وليس فقط للرياض بل لجميع مملكتنا الحبيبة بإذن الله إن شاء الله. أكرر شكري لمن تسبب وساهم وفعل لخير هذه الأمة وهذه البلد. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه لبنة وأيضا طوبة بالبداية تكون إن شاء الله قصر بإذن الله، بإذن الله قصر شامخ مثل الجبل الأشم. وبارك الله فيكم، وأيضا الشجرة حتى للطيور للحيوانات للبشر فيها أجر عظيم ما وصانا الرسول عبث. شكرا لكم يا سيد الفاضل، شكرا شكرا لكم يا هلا. ونتمنى بأن نعود إن شاء الله في مثلها. طبعا هذه الرياض تحسين مؤشرات جودة الحياة على أساس الناس يعني تشم هواء جميل، هواء رائع. وهذا احد المواطنين ايضا معنا، بارك الله فيك يا اخوي، مبسوط اشوفك اليوم باذن الله. بارك الله فيك، هذا شيء فخر لنا كلنا باذن الله. بارك الله فيك، هذا الشيء زين، بارك الله فيك. تقول لي هذا حدا اكبر المشاريع الرياضه الخضراء، الرياضه الخضراء ايه هو احد اهم واكبر مشاريع التشجير الحضري بالعالم، اكبر تشجير الحضري بالعالم. ايه طيب هذا فخر ان شاء الله. اي نعم، يعني مشروع والله ما هو سهل. الان المشروع له اهداف اقتصاديه، اهداف اجتماعيه، اهداف بيئيه. اها ما شاء الله ما شاء الله. شوف هذا اللي بيصير، الاطفال تلعب والناس تنبسط تستانس تنسم اكسجين حلو. اي نعم، وهذا اصلا هذا احد مستهدفات جوده الحياه، بيض الله بالاضافه الى جوده الهواء جوده حتى الحياه الله. يعني لما يكون الاطفال مثلا يلعبون تتغير، بدل ما هو يكون محبوس في البيت ايه يطلع للحديقه حتى يعزز من رياضه المشي، ورياضه المشي محطوطه من ضمن الاولويات. اما الشخص المكان صعب ممكن ما راح يقطع مسارات، لكن لما يكون في اشجار في سطحات خضراء في ظلال يمشي ولا يدري عن نفسه. يا سلام عليك. كذلك الحدائق، زراعه الحدائق ايه خلي الناس متواصلين مع بعض، هذا من ضمن الاثار، من ضمن الاشياء الاجتماعيه، يعني احد المكتسبات الاجتماعيه. أنا أقول إن شاء الله الرياضة الخضراء هي انطلاقة للمدن الأخرى. إيه نعم، وأيضا انطلاقة حقيقية. نعم نعم، والمياه أيضا معالجة ذهب يجب أن استغلاله، والآن هي استغلتها. شوف هذا تقاطع الملك خالد مع الملك سلمان قبل، وهذا بعد الجولة بيض الله وجههم، يعني استقبالهم وترحيبهم حتى مع الناس، يعني الأطفال ومع الكبار والصغار شيء حلو. حتى في بعض الجاليات جاية مشاركة، يعني شيء جميل جدا، يأخذون سمعة طيبة عن هذا البلد، وأيضا المستفيد أهل الحي.